أنيس الداودي النائب الثاني لرئيس مجلس المدينة الحردة مفوض قطاع التعليم وفائل الجمعوي. اليوم وقفنا على واحد الحالة ديال الاستفزاز. الاستفزاز اللي كان مرده ومبعثه هو حالة الرفض اللي وجه بها أو واجه بها الساكنة هذه الشركة. الآن هذا نتيجة حتمية لغياب مقاربة تشاركية، غياب ديال مجموعة ديال المعايير اللي ما ساهمتش فيها الساكنة أو المجتمع المدني في تكريسها وترسيخها. اليوم هذه حالة الرفض كنقولوا لهذه الشركة أنها جاء الوقت فين يتحل المشاكل ديال سنتها، إقصاءات، إخفالات، يجب إسكان أرامل، مطلقات، يجب إسكان جميع المقصيين. إحنا كمجلس بلدي تعهدت لنا الشركة بإعادة إيواء جميع الساكنة ديال سنتها. لازلنا نسمع أن المعايير كتحدد في 2010 و 2012. هاد الساكنة باش يكون المشروع ناجح ويكون المشروع ملكي ينبعث من ديمقراطية دستورية اجتماعية، يجب أن ينال رضا وقبول الساكنة، ويجب أن لا يحرم من أي مواطن سنتي.